السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم إن شاء الله. كنرحب بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نحاول نعطيكم واحد الدونات ديال أمريكا تقريبا إن شاء الله، غادي يكون رائع وزوين. غادي نشوفوا المقادير. عندنا واحد 600 غرام ديال الفورس، 600 غرام ديال الفورس، واحد 100 غرام ديال السنيدة، جوج بيضات، عندنا شوية زيت نباتية وشوية ديال الزبدة، ما يعادل 120 غرام ديال المواد الدسمة، يعني نصف الزبدة ونصف الزيت. عندنا خميرة كنخلطوها مع شوية السنيدة ونديروا لها الفورس باش تخمر. ها هي خمرات ديجا. لكم إخواني أخواتي، الخميرة عندنا هنا تقريبا 20 غرام، كنديروها معلقة ديال الفورس ونص معلقة ديال السنيدة، كيخمر دغيا. غادي ناخذوا إن شاء الله على بركة الله مباشرة نعجنوا العجين ديالنا. ناخذوا الفورس ديالنا نديروا هو واحد 10 غرام ديال الملحه، نخوي السكر في جهه، ها هو، ونديروا الزبده ديالنا. الماء ما نضيفوش الماء بزاف، لان عندنا البيض وعندنا الزبده وعندنا شويه الزيت، خصنا باش نعجنوه ما يكونش جاري، ما يجيناش جاري. ها على بركه الله غادي نضيفوا الخميره ديالنا. نجيبو المدافي، شوية المدافي، نزيدو شوية الماء، ها هو الماء يكون دافي، ونخليو العجينة ديالنا تعجن مزيان. شتو ما كثرناش ليها الماء باش تعجن وتكون شادة راسها، لأن خصها اللي غادي نديروها فورمات خلينا في الفورمة ديالها. غادي نحاول نزيد لها شوية ديال الفورس، ما تكونش رطبة بزاف لأن هي مازالت بزاف. ونرشو الطبلة ديالنا ونجيب واحد الرولو نسرحو العجين ديالنا مزيان. غادي نسرحو العجينة ديالنا بهاد الطريقة، هادي أحسن من هاديك الطريقة باش يجيكم حتى هو لس مزيان ويجي مسدود. خصو يجي دوك السدات يتسدو فيه دوك الفتحات، هاهو. كم زينة ما نديروهاش رطبة بزاف. وهنا ان شاء الله غادي نبداو نقطعو البيض ديالنا. هالآن نجمعوه ونعاود نسرحوه باش نقطعو منو وحدين اخرين. غادي نحاول ناخذ واحد بورت بياس باش يكون بزاف كبير، غير هكا، ها هو، باش كلشي هاد العجينه اللي بقات لينا نخدموها عاوتاني. كايت الدونات ديالنا نحاولو ما تكونش عوجة، من فضلكم حاولو تهزوها مقادة وتحطوها مقادة باش تجيكم الفورمة ديالها زوينة إن شاء الله. وإلا كانت عوجة شوية قدوها، حاولو تقدوها. وليداتكم في رمضان كيجي زوين، حسن من الشفنج، الشفنج كيهز الزيت، وحسن من البنية أيضا كيهز الزيت. غادي ندخلوه للفران باش يخمر بحال هادي، شوية فيها هكا نحلوها، هادي أيضا نحلوها شوية، ونديوه نغطيوه بشي حاجة، ولا ندخلوه للفران والفران ما يكونش شاعل باش يخمر لنا وسط هذاك الفران، بلاش ما نشعلو الفران، بلا ما نشعلو. هنا غادي ندهنو الدانيت ديالنا شويه د لادوري، صفار ديال البيض وشويه د البيض، غير ما يكونش كثير، ما تكونش كلها صفار،
نزيدوا فيها شويه ديال البياض البيض، لان غادي نطيبوها بهذه الطريقه. وغادي نديروا لها اللوز من الفوق، شويه ديال اللوز باش تجي زوينه ان شاء الله. كاين اللي بغاها يخليها تطيب عادي، يمكن ليه يدير لها اللوز من الفوق بشويه ديال الناباج، كتجي زوينه حسن كاع. اذا نخليوها على هذاك البلان، نديروا لها اللوز ملي طيب مع شويه ديال الناباج باش تجي رطبه وتجي زوينه زوين بزاف على بركه الله. ها هي نديها الفران، ندخلوها الفران. ها هي بعد ما درنا الفران على درجه الحراره 180 عافيه تكون مجهده باش يبقى رطب، لان الفران الا تعطلت واحد الحاجه هي عجينه في الفران كتقدر تكون قاصحه بالفران. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. هذا هو الدونات، او نسموه اش غنسميوه هذه غير ضحكه شويه، بغينا نضحكوا معكم شويه. هذا كيجي ناشف، ما كيجيش من نوع يعني الدونات الحقيقي. راه عندنا في القناه اللي بغى تشوف الدونات فعلا ديال الميريكان والطريقه باش كيصوبوه والطريقه سميتو، راه عندنا في القناه ديالنا. هذا زوين لاتاي، يعني بحال نديرو كي الا قلنا الكعك الوجدي، ماشي هو هذا كعك الوجدي، راه معروف كيكون فيه داكشي اللي كيكون. هذا راه قريب نقول نسميه كعك موديرن باللوز. هنا كنديروا شويه ديال الناباج، كنديروا اللوز، كيجي رائع وكيجي زوين وكيجي مخبش، ما كيجيش رطب بحال الشفنج وما كيجيش رطب بحال سميتو. اللي بغى دونات ديال الفران راه عندنا في القناه ديالنا، درنا بالطريقه الامريكيه وبالطريقه مقفل وكيجي رطب وكيجي هذاك بوحدو. اللي بغى دونات بطريقه اخرى ان شاء الله راه كاين، واللي كيجي كلاصي بالكلاصاج رويال، كنديروا ليه كلاصاج رويال ابيض وكنلوحوا عليه داكشي اللي كيلوحوا عليه، كيجي زوين ان شاء الله. عندنا في القناه، غير دير دونات في القناه غادي يخرج لك. هذا نتمنى يعجبكم، جربوه راه زوين كيجي بنين وزوين ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.